قولهم اللهم أيد أو أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك، هذا اللفظ بهذا السياق كذب موضوع. هل يوجد شيء آخر؟ نعم. قال كيف؟ قد آتيك برواية أو تسمع رواية تقول يا أخي أنا سمعان كثيرا يرويها الناس وكذا وكذا. نعم، قد تكون هذه حديثا لكن يضاف إليه كلمة أو كلمتان مكذوبتان، فيقول العلماء عن كل هذه الرواية أنها موضوعة. سبب وجود كلمة أو كلمتين ليستا في الحديث فجعلت الحديث كله إيش؟ موضوعا. نقول لك حذيفة الكلمتين يصبح الحديث مقبولا. فالآن الحديث بهذا اللفظ اللهم أعز الإسلام أو أيد الإسلام بأحب العمرين، كلمة العمرين هذا غير موجود. قال هل هناك لفظ بديل؟ إيش المقصود بالعمرين؟ سنذكره الآن. هل هناك لفظ بديل ثابت؟ نعم، ورد فيما أخرجه الإمام الترمذي وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين مو العمرين، أحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. قال من هذا عمرو بن هشام؟ أبو جهل، أبو جهل. وكان أحبهما إلى الله من؟ عمر بن الخطاب، فأسلم عمر بعد رواية هذا الحديث بمدة يسيرة. سبحان الله. إذن اللفظ المكذوب ما هو؟ كلمة العمرين، ليست هذه من الحديث.